شو؟ الهيئة مش معتبرينا كارثة. أنا عايش زمني وما بدي أعيش بزمن خلص وقته. حدا غيرك خلصة مثلك. هذا العام أيضاً حافظنا على القيم التراثية الأساسية، لأننا نعتقد أنه لا يمكننا التطور بدون الجذور. عليا عليا، تعال شوف المحرص على التيفي. ماما ماما، انت على التلفزيون. أنا بقول أن الجمهور اللبناني في قرر إذا رقصتنا كانت شعبية أو لا، مش لجنة اختيارية. منيح اللي في تلفزيون حتى نعرف أخبارك. صحيح ما عدت صبية، بس الدبك اللي شفتها بتعقد. أصلاً أنا عزمتهم سيرقص عنا ببعلبك. شو 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 بعلبك؟ لا هيك مش بدي يكسر الجرة وبس، كمان مزرب العين. الو الو، بس اعضاء الفرقه ما استسلموا، ومثل طائر الفيني نفذوا رمادهم وقرروا يعملوا جوله بكل المناطق اللبنانيه. ارزه تليفون الي. وهيك حبوا يثبتوا للسيد محفوظ بركات انه فيهم يروحوا لعند الناس. الو، بدل ما تجي الناس لعندهم. اوف عنجر مهرجان متنقل، والفرقه حترقص بكل انحاء لبنان. من رشايا لبعلبك وحتى جوني. هاي قصة قديمة. يلا على العشاء. يلا عم بيلعبها على الأصول. شو هالقصة؟ مش معقول. شكله وقح أو مسطول. دايما فاعل مش مفعول. لا 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 لا، حتى منه بيمشي الحال. بيقول اللي ما بينقال. عالتلفزيون عالتلفزيون. شهرة هلأ عالم حد. لازم هلأ قلبي. لا لا ما في، ضحك علي.